موسم جدة حقق رقماً قياسياً هذا العام، واستطاع جذب 6 ملايين زائر في مناطق وفعاليات الموسم، آخرها حلم جماهير فن الكيبوب الذي تحقق من خلال إقامة مهرجان الثقافة الكورية في منطقة ومسرح سوبر دوم. المهرجان الذي أقيم على مدار 3 أيام وجذب الآلاف كان قدم تجربة تفاعلية مع الثقافة الكورية من مأكولات، أزياء، موسيقى قدمتها أشهر الفرق الموسيقية الكورية لفن الكيبوب.